استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله هذا اليوم في قصر الصافرية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وتمنياته الطيبة لجلالته بوافر الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الكريم بالمزيد من التطور والرقي، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين. ورحب حضرة صاحب الجلالة بصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وأبلغه بنقل تحياته وخالص تمنياته إلى أخيه جلالة سلطان عمان وللشعب العماني الشقيق بدوام التقدم والرخاء، مشيدا جلالته بالدور الريادي الذي يطلع به صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق في دعم وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة، منوها بالنهضة الحضارية والتنموية البارزة التي تشهدها السلطنة الشقيقة بقيادة جلالته، وتبادل حفظه الله مع سموه الأحاديث الودية مؤكدا اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المشترك على تعزيزها وترسيخ دعائمها لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين. وتقديرا من جلالة الملك المعظم لدور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، فقد تفضل جلالته بمنحه وسام الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة من الدرجة الأولى. ومن جانبه أعرب سموه عن جزيل شكره وخالص امتنانه لجلالة الملك المعظم على تشريفه بهذا الوسام الرفيع وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما خلال زيارته للمملكة.